بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا درس النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة، يعني ايه نكرة ويعني ايه معرفة؟ تعالوا نشوف مع بعض المثالين دول. لما اقول قابلته شوف الفرق. لما اقول قابلت ولدا، تفتكروا الولد ده انا اعرفه؟ لا، ما اعرفوش. عشان كده بسمي الولد اللي انا ما اعرفوش، اللي هو غير معين، بسميه نكره. يبقى شخص غير معروف بيكون نكره. النكره ده اسم يدل على شيء غير محدد، غير معين. قراته كتابا، كتاب ايه؟ في ايه؟ في الطب ولا في الهندسه ولا في الادب ولا في المسرح ولا في ايه؟ هنا قابلت ولدا، ده كبير ولا صغير؟ قريبي ولا مش قريبي؟ معرفوش. قابلته ولدا، ولدا ده شخص غير معروف. ما دام شخص غير معروف وغير محدد بقول عليه نكره. تعريف او القاعده بتاعه النكره، اسم يدل على شيء غير محدد، يدل على غير معين. لكن هنا لما اقول قابلت محمدا، كلنا عارفين محمد طبعا. ما دام قلت قابلت محمدا يبقى انا عارفه. محمدا ده شخص معروف ليا، معروف ليا، عشان كده قلت ايه؟ شخص قابلته محمدا، قلت اسمه كمان يبقى انا عارفه. يبقى ده شخص معروف، معناه انه هو معرفه. معرفه اسم يدل على معين. نقول تاني، ها الاسم بينقسم لقسمين، نكره اللي هو يدل على غير معين، ومعرفه اللي هو بيدل على معين. تمام. هنا عشان نعرف احنا فهمنا كويس، نشوف بيقول لي استخرج كل نكره. عاوزين نطلع النكرات اللي هنا. قبل ما تبدأ تطلع النكرات عاوزك تخلي بالك من حاجة. بص معايا، أنا عندي قلنا احنا عارفين ان النكرة سواء كان الاسم، سواء كان نكرة او معرفة، هو اسم. وانا بدور الاسم ده ممكن يكون فيه ألف ولام، ممكن يجي بعد مضاف اليه. انا عاوز الاسم ده مفيش قبله ألف ولام، ومفيش قبله ومفيش بعده مضاف اليه معرفة، ما يجيش بعده مضاف اليه معرفة. تعالوا نقرأ الفقرة عشان نطبق الكلام ده. ذهب طالب من طلاب المدرسة. ألاقي هنا كلمة طالب ما فيهاش ألف ولام وما فيش بعدها مضاف إليه. تمام، أدي نكرة. تمام. طب طلاب برضه ما فيهاش ألف ولام، بس طلاب المدرسة جاي بعدها مضاف إليه، يبقى ما ينفعش تكون نكرة. إلى معرض. معرض دي اسم ما فيهوش ألف ولام. طب يا ترى جاي بعديه مضاف اليه؟ ايوه، معرض الكتاب، يبقى برضه مش نكره. واشترى كتبا. كتبا قيمه، ده وصف الكتب وقال ان هي قيمه، لكن ما قاليش كتب ايه؟ كتب رياضيات ولا ماث ولا ادب ولا شعر ولا ولا. اذا ما حددش. اذا دي تكون كتبا هتكون نكره. تمام. ها وقيمه كمان هتكون نكره. ليقرا فيها ويزداد ثقافة. ايه ده؟ ثقافة ما فيهاش ألف ولام، في بعدها مضاف إليه؟ لا، ما فيش. إذا تكون برضه هي كمان نكرة. وتنمو معارفه. معارف اللي ما فيهاش ألف ولام جاي بعديها مضاف إليه؟ لا، جاي بعدها مضاف إليه. الضمير اللي جاي ده الهاء دي مضاف إليه. يبقى إذا كلمة معارف أي اسم متصل بضمير مش ممكن يكون نكرة، ده معرفة. أي اسم مضاف لضمير مش ممكن يكون نكرة، ده معرفة. نروح للجزء الثاني من الدرس اللي هو المعرفة. المعرفة أنواع. الأسماء التي تدل على المعرفة كتير. كم نوع؟ ستة. العلم. إيه العلم ده؟ العالم اللي هي أسماء الأشخاص، محمد ومحمود وسعاد وهند، وأسماء البلاد مصر وليبيا، مصر وليبيا والجزائر وفرنسا وأمريكا، مكة المدينة، كلها أسماء تدل على معين. أسماء مدن، أسماء أماكن، أسماء شهور، يناير فبراير مارس إبريل. أي علم، أي اسم أطلقته على حاجة محددة بيكون علم عليها. إيه ده؟ أنا ممكن أسمي أي حاجة؟ أيوة ممكن أسمي النظارة بتاعتي، انا سميتها وحطيتها في البيت. لو انا قلت لاي حد في البيت عندي اديني ك
كذا الاسم اللي سميته للنظرة بتاعتي. هم عارفين زمان كانوا بيسموا السيف بتاعهم، كانوا بيسموا الخيول، دلوقتي الخيول بتتسمى كمان. مثلا الرسول الناقة بتاعت الرسول كان اسمها القصواء، السيف علي بن أبي طالب كان اسمه البطار. إذا كانوا بيسموا السيوف، أيوة كانوا بيسموها، يبقى ده علم على السيف، علم على الناقة، علم على الحصان. في ناس عندها كلاب في البيت نسميها أسماء، ده علم عليه. لكن كلمة كلب أقدر أقول عليها علم؟ طبعا لا. الكلب ده لو أنا سميته، لو كلب كان عندي في البيت وأنا سميته اسم معين زي أي اسم أنتوا بتسموا به الكلاب أو القطط، ها يبقى العلم. تاني حاجة الضمائر، خدناها من زمان من سنة رابعة، ضمائر المتكلم اللي هي أنا ونحن، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هو وهي، كل الضمائر المنفصلة حتى الضمائر المتصلة اللي خدناها في الدرس اللي فات، واو الجماعة وألف الاثنين، كلها ضمائر، كلها معرفة. أسماء الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. أسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي. المعرب بالإضافة، إيه المعرب بالإضافة؟ اللي هو النكرة ويجي بعديه معرفة، زي هنا ها معرض الكتاب معرض بالإضافة، كلمة معرض معرفة معرف بالإضافة، ها تمام. وهنا عندي طلاب المدرسة برضو، هنا طلاب دي معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة اللي هي المدرسة. اللي جاي بعد النكرة اللي جاي بعدها ها مضاف إليه معرفة بيكون معرفة بالإضافة، تمام. تعالوا نشوف أكتر ونقرأ أكتر عن الايه الأنواع دي. المعرفة قلنا أول حاجة العلم، قلنا محمد، هند، سهيلة، أبو بكر، أم عمرو، مصر، السعودية، يناير، فبراير، رمضان، شوال، ذو القعدة، القصواء زي ما قلنا ناقة الرسول، والبطار اللي هو اسم السيف علي بن أبي طالب. طيب تاني حاجة عندي هنا مين؟ الضمائر، متكلم، أنا ونحن، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هو وهي وهما وهم وهن. عندي كمان أسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، وأسماء الإشارة للبعيد، ذلك وتلك وأولئك. عندي كمان الأسماء الموصولة، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي. عندي كمان من وما، لاحظ من، أحب من يجتهد، هذا ما حدث، ينفع أشيلهم بحط الذي، هذا ما حدث، هذا الذي حدث. أحب من يجتهد، أحب الذي يجتهد، من وما أسماء موصولة بس أتأكد. المعرب بقى أي كلمة فيها ألف ولام، المدرسة، الكتاب، القمر، الصيف، الولد. آخر حاجة المعرب بالإضافة زي ما قلنا إيه؟ كتاب، كتاب إيه؟ كتاب القواعد. بيت، بيت مين؟ بيت عمر. كلمة كتاب بيت معرفة، وكلمة بيت معرفة معرفة بالإضافة. صوتك هنا مضافة لمين؟ للضمير، الكاف دي ضمير، يبقى صوتك معرفة بالإضافة. أي اسم متصل بضمير سواء كان كاف الخطاب، أي ضمير كاف الخطاب، كلها معرفة، يبقى صوتك وكتابه، تمام. تعالوا نشوف التدريبات، تعالوا نطبق على التدريبات ديت ونشوف احنا فهمنا ولا فهمنا. اكيد فهمتوا طبعا. يقول لي ضع خطا تحت النكرة وخطين تحت المعرفة. طبعا المعرفة اكتر حاجة بتقابلني في الفقرة هي الكلمة اللي فيها الف ولام، المعرف ذال، عشان كده انا هنختار واحدة بس. عندي كلمة الصدق، في غير الصدق؟ أيوة. في إيه تاني؟ أيوة الأمانة. في إيه تاني؟ ها تمام. الرسول. في إيه تاني؟ ها الصادق، الأمين، تمام. يبقى أي كلمة فيها ألف ولام هي معرفة بأل، يبقى خدنا الصادق، لا الصدق، تمام. تاني حاجة عندنا قومه، قومه دي معرفة إزاي؟ ده ما فيهاش ألف ولام. أيوة بس جاي بعدها مضاف إليه معرفة اللي هو الضمير قومه، قلنا أي اسم اتصل بضمير على طول هو معرف بالإضافة، تمام. عندي من، ايه ده؟ ولا شك ان من يتصف، ان الذي يتصف، ايوه هي دي من الموصوله، من اسم موصول معرفه، تمام. ايه تاني؟ عندي هاتين اسم اشاره، تمام. تعالوا نشوف النكره، اول نكره عندي ايه؟ صفتان ما فيهاش الف ولام وما فيش بعدها مضاف اليه، عظيمتان نفس الشيء ما فيش قبلها الف ولام وما فيش بعدها مضاف اليه. بعد كده عندي شك، ها كلمة شك برضو مفيش قبلها ها ألف ولام ومفيش بعدها مضاف إليه، ها عظيما، تمام. برضو خيرا كمان نكرة مفيش قبلها ألف ولام ومفيش بعدها مضاف إليه، تمام. نروح على الصور الثاني.
أكمل بما هو مطلوب بين القوسين، شربته فراغ باردا. يقول لي أكمل بنكرة، أكمل بنكرة يعني مفيش ألف ولام. ها إيه اللي كان بارد شربته؟ عصيرا. تمام، شربته عصيرا باردا، عصيرا مفيهاش ألف ولام ومفيش بعدها مضاف إليه. هنا بيقول لي أكمل بمعرفة، خلاص عشان أخلي الكلمة معرفة أي نكرة عاوزها تبقى معرفة أسهل حاجة أحط لها ألف ولام، تبقى شربته العصير باردا، شربته العصير باردا. كده نكون خلصنا درس النكرة والمعرفة. شكراً.